هنسألك يا هلا في الأول أسئلة سريعة جدا بإجابات سريعة، إيه رأيكم فيه؟ يلا بينا. يلا تبتدي بإيه؟ يلا بينا. احنا محضرين انا وسير مجموعة أسئلة سريعة على كل برج، يعني احنا نسأل لبرج برج أسئلة مختلفة. معاكم. يعني أجمل صفة لبرج الثور؟ قوة شخصيته. إيه اللي يسعد برج الحمل؟ النجاح بكل أنواعه. أكتر حاجة بيخاف منها الحوت؟ الفراق. مين بيبكي العقرب؟ مفيش. طب العقرب لا يبكي. إحساس بيكرهه السرطان؟ الخذلان. صح. أسوأ صفة لبرج الميزان؟ ما بيشوفش نفسه غلطان أبدا. أكيد. الرفيق والصديق المناسب للجوزاء؟ القوس. أسوأ رفيق للعذراء؟ القوس. القوس أسوأ رفيق للعذراء. طب حاجة تعصب القوس؟ اللف والدوران. حاجة لا يتنازل عنها الأسد؟ كرامته. طب حاجة تغضب وتوتر الدلو؟ التحكم والقيود والأوامر. حاجة لا يستسلم لها الجد؟ الفشل. حاجة مستحيل يعملها الحمل؟ إنه يتذل لحد أو يمد إيده لحد. حاجة لا يقبلها الطور؟ الأوامر. طب حلو ده. حاجة يرفضها الجوزاء؟ الأوامر. حاجة تحبط السرطان. حاجة تحبط السرطان. نكران الجميل. أيوة. حاجة تجرح العذراء. الرفض. إن حد يرفضه، إحساسه إن حد بيرفضه أو يتجاهله بيتجرح. طب أسوأ عدو للأسد؟ العقرب. ليه؟ متفقين ما نقولش ليه، بس ليه؟ ما بيتفقوش خالص، التربيع اللي بينهم بيخلي الاسد والعقرب اقوياء قوي قدام بعض، فالمركب اللي ليها رئيسين بتغرق، اسد مع عقرب. ايه اللي بيقلق الدلو؟ اولاده ومستقبلهم. حاجه بيرفضها الميزان؟ الظلم. حاجه بيحبها الميزان؟ السلام. مين اكتر الابراج اللي بتحب الفلوس؟ كلنا بنحب الفلوس بس بدرجات. انا مين؟ انا يعني كلنا نحب القمر، والقمر يحب مين؟ الفلوس. سؤال سهير، مين اكتر ابراج بيحب الفلوس؟ مش اللي هو الطماع او لا بيحبها. بصي، اكتر برج بيحب الفلوس الثور. الثور ليه؟ هو اصلا موقعه في ال 12 برج البيت الثاني، بيت المال، فهو بطبيعته محب للمال. تاني واحد العذراء، ثالث واحد الجدي، بس على رأس القائمة أكثر التور. الأبراج المحبة للمال، لأن هي في الزودياك وفي دايرة البروج، هو المكتب دي كده الأبراج الترابية. المال ده حاجة زي ألماظة، زي فطرية. على فكرة هي كده. أنا عايزة أقول بس حاجة يا سوس، هو إحنا الأبراج دي بتاخد صفاتها منين؟ يعني أنت واخدة صفاتك منين؟ ودي أولا هي دي الصفات الترابية الثلاثة اللي أنت قلتيهم ترابيين، فكل واحد يعني مثلا أبراج الترابية واخدة صفاتها. أولا كلنا واخدين صفاتنا من الوراثة والنشأة والتربية والثقافة، دي أول حاجة احنا بناخد صفاتنا، مش أول حاجة الأبراج طبعا. يعني احنا كلنا بناخد صفاتنا من العوامل الوراثية، شبه مامتك شبه باباكي، جيناتك. تاني حاجة المجتمع اللي انت اتنشأتي فيه، ثقافة المجتمع ده. تالت حاجة الصفاتك اللي علم الفلك بيحددها لك. أول حاجة في علم الفلك، انت ترابية ولا مائية ولا هوائية ولا نارية؟ فلو انت ترابية بتاخدي صفات التراب، مش انك متربه، انت صفات التراب انك ثابته وارض، مش ما اصل يقول لك انا بتاخد تراب، مش مائيه انا مبلوله، لا مائيه يعني عميقه. تراب مش متربه، تراب يعني ثابته وواقفه وصلبه وعميقه. فبتلاقي كل الترابيين الثلاثه واقفين على ارض صلبه، مالكين زمام امورهم، عمليين بالتالي بيحبوا. فالميه زي ما قلت لك هو مش مائي، يعني مائي يقول لك انت برج مائي فيضحك يقول لك وانا مبلول، لا انت برج مائي يعني عميق، يعني حساس. ابسط العناصر الحياتيه واكثرها تاثرا وتحولا، يعني الميه بتتحول لتلج، بتتحول لبخار. فبرضه السرطان بيتحول، العقرب بيتحول، الحوت بيتحول، لان الثلاثه دول مائيين فبيتحولوا ويتقلبوا تقلب الماء. فهمتوا ازاي بقى؟ اكتر برج بيخطط بشكل صحيح، بشكل صحيح ودقيق هندسي يعني. استاذ العذراء ده المخطط الاكبر لانهم ابناء عطارد. الجوزاء بيخطط بشكل كويس جدا.
الميزان بيخطط بشكل كويس جدا، الجدي بيخطط بشكل كويس جدا. يبقى أربعة عذراء وجوزاء وميزان وجدي. برجنا يعني ده سوري ده اللي هو بتاعنا. عطارد ميركوري ده كوكب التخطيط. فكوكب التخطيط ده بيحكم الجوزاء والعذراء، فدول اكتر ناس مخططين، ومعاهم الميزان بارع جدا جدا في التخطيط، ومعاهم الجدي. طب على العكس بقى مين اكتر ابراج عشوائيه فوضويه؟ بلاقي القوس فوضوي وعشوائي شويه. بلاقي الحمل شويه ايقاعه سريع، فبيحب ينجز 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 بسرعه، فهو لسه هخطط لسه هرسم فنعملها كده، فاول ما تطلع في دماغه فكره عايز ينفذها، طب ما نقعد نعمل دراسه جدوى ونقعد نخطط ونقعد نرتب، هو ايقاعه سريع. فانا بشوف ان القوس والحمل ممكن يعملوا خطط بدون قصص بدون تخطيط. اكتر برج بيحب يكون رقم واحد في كل حاجه. كل الابراج عايزه تكون رقم واحد، كل الابراج عندها الحته. بس في اكيد الأسد. درجات معينه. في حاجه يعني في حد كانوا مرضي الاسد والعقرب، الاثنين دول لو احنا اكترهم، هو خلينا بس نقول حاجه ان كلنا عايزين نكون رقم واحد في الحته اللي احنا بنعملها. بس مش شغله دماغنا، لا انا بتكلم بقى على اللي هو نايم واكل شارب، هو عايز يبقى رقم واحد. يعني الاسد والعقرب طول الوقت عايزين يبقوا الافضل ملوك والاوحد. في نفسهم ملوك في نفسهم، الاول والافضل والاوحد. ليه؟ لان طبيعتك انت يا اسد واخد صفات الاسد وناري، فانت حابب دايما ان انت تكون المتوهج الظاهر الباين، الحاجه اللي بشتغل فيها دي لازم انا اكتر واحد يتقال عني ان انا ناجح. والعقرب طبعا العقرب بيحكمه كوكبين، فهو عنده جنون العظمه، بس العقرب اكتر حد في الثلاثه المائيين مختلف عنهم، لانه الوحيد اللي بيحكمه كوكبين، كل واحد فيهم بيحكمه كوكب واحد. العقرب بقى عنده فرض السيطره وفرض الراي، وحتى لو ما حسش ان العقرب ان هو كلامه بيمشي هينفذها بالمنورات. يعني مثلا يعني هيمشي هيمشي هيمشي. بصي بقى بخطه بمناورة بمراوغة. العقرب قوي يا جماعه، فكلامه هيمشي، فلازم انا اكون انا اللي امر الناس. بس دي حاجات متعبه لاصحاب الابراج دي، لشريك الابراج دي ولنفسهم. لا مش متعبه لنفسهم، لان هو في الاخر بيحقق مراده، نايم على في اخر اليوم انا كلامي ماشي، لكن انت بتجهد اللي معاك اللي هو قاعد برضه مشيت اللي في بالك. الشريك العقرب هو اللي بيتعب، مش العقرب. العقرب في الاخر كلامه بيمشي، او الشركاء اللي يعني بيعاشر هو اللي بيعاشر العقرب هو اللي بيتعب. مين البرج اللي بيلتزم وبيفي بوعده؟ يعني انا والوفاء والوعد. لا ما يرجعش في كلامه ابدا. الاسد، الثور، العقرب بيوفي بوعده. التلاته دول اكتر حد بيوفي بوعده. طب والسرطان، الاسد والثور والعقرب والسرطان، دول الوفاء والالتزام بالعهد. اديتك كلمه على رقبتي هعملها لك. طب مين ولو بعد حين يعني. مين اكتر الابراج اللي بيعتمد عليهم؟ خلاص طالما ده من برج كذا اعرفي ان انا هعتمد عليه. الجدي والعذراء والثور. جدي وعذراء والثور الثلاثه الترابيين اعتمد عليهم في اي حاجه، يعتمد عليهم وهو كمان بيعتمد على نفسه جدا جدا. ترابيتهم وصلابيتهم واعتمادهم على نفسهم، وان انا اقدر اعمل لوحدي، انا مش محتاج حد معايا، فتقدري تشيلي وهو يشيل. بس بتهيالي في ابراج تانية بس انت عايزه اكتر نفسها. حد انت عايزه اكتر حد يعني انت قلت اكتر ثلاثة، لو قلنا اكتر خمسة البست 3 لا عايزاه خمسة. اللي برضو بيعتمد على نفسه ويعتمد عليه الجدي، احنا قلنا الجدي والثور والعذراء والاسد قوي جدا جدا، والحمل. الحمل بقى مظلوم في حته ان هو ما تقولوش ما تخلوش يعمل حاجه، لا هو مظلوم في دي، لان الحمل دايما بيحب يثبت كفاءته، لما بيدخل في حته لازم اثبت اني قدها وقدود، فتقدري تشيلي حاجه وتعتمدي عليه في حاجه. طب مين اكتر الابراج فتانه؟ اللي كلامها كتير. فتانه اسكت يا عاطف اسكت يا عاطف. اللي كلامها كتير بقى يعني اللي كلامه كتير الجوزاء، اللي كلامه كتير القوس، اللي كلامه كتير برضو الدلو. مش بالضروره فتانين، هو ممكن يقعوا بالكلام. ايوه قولها يقعوا بالبلاش فتانين، الموضوع يعني فتان يعني قرر ان هو يفتن على حد. يعني الابراج ما تورطنيش يا مفيدة. لا اصلا مش احنا مش قصدينا، احنا ما بنتكلم على اشخاص، احنا بنتكلم على الابراج اللي بتحفظ السر اكتر. ابراج العقرب السر. غامض وكتوم وكاتم للاسرار، وقولي له الحاجه خلاص ما طلعتش. العقرب اكتر الابراج الكتومه والكاتمه للاسرار. وبشوف كمان ان السرطان لما بتأمني على حاجه للناس الغامض والحوت، الثلاثه الميه العميقين دول مش سهل ان تسحبي منهم كلام. طيب لو قلنا ايه اكتر برج
ما بيفرقش معايا كلام الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وبعمل اللي في دماغي. الجوزاء، قوس، دلو، ميزان. جوزاء وقوس ودلو وميزان. ليه بقى؟ هم طب جوزاء وقوس ناريين. لا جوزاء مش ناري، جوزاء هوائي. الجوزاء والميزان والدلو اللي قلناهم دول هوائيين. هو انا ما فيش قيود، ما تقيدنيش، انا بعمل اللي انا عايزه، انا طير في السماء. انا بعمل كده عاجبك او مش عاجبك. فهوائيتهم دايما الهوائيين كده، ومعاهم القوس جامد والقوس ناري. فالناري مع الثلاثه الهوائيين يمكن نفس الموضوع في الناريين التانيين، بس احنا لو بنقول اكتر حد هم الاربعه دول، لو هزود عليهم اتنين كمان هيبقى الحمل والاسد.